أنا مهدد بفقدان النظر، عندي هاي العين مضروبة خالص، في عندي عين هاي نظر فيها 20%، مهددة بالفقدان النظر، ما عملت لها عملية راح أفقد النظر كليا. الوضع صفة صعب كتير، ما نعرف أنا إيش بدي أشتغل، إيش بدي أسوي، يعني هاي الحالة اللي عايش أنا، شلون بدي أتصرف بالنسبة مثل ما عشت بلاد، أولادي عندهم متفوقين المدرسة حالتهم كويسة جيدة جدا بالمدرسة، يعني كان بكالوريا ولا تاسع ولا سادس، وضعي تعيش جدا وما أنا حاسس أنا قادر أعمل لهم شيء.